ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنطلع بقدير فراخ مشوية بالخضار، ولما قلت فراخ مشوية بالخضار أكيد هيكون في فكر جديد لمكونات الخضار اللي هنستخدمها مع الفراخ. معنا فرخة زي ما قلت لحضراتكم وزنها كيلو كيلو 100 جرام حسب عدد أفراد الأسرة. معنا من الكوسة شوية وجزر وبصل وطماطم، فلفل ألوان، بطاطس. أهم حاجة التركية الأخيرة اللي هي الشربات بتاع الفراخ دي، ايه اللي هنحطه عليها بعد ما كله مع بعضه في قلب الصينية وندخلها الفرن. اكيد في تركية للشيف المغازي كالمعتاد. هنجيب السطور بتاعنا، واول حاجة هنبدأ بيها الفرخة الحلوة دي نقطعها. حلو الكلام، وتقطيعنا ليها هنا هيكون طبعا ايه بطريقة جديدة كده ولطيفة. حلو، هناخد الفرخة بالشكل ده كده. ايوة اهي، الله، حلو قوي. اللهم صل على النبي. المقادير على الشاشه. ايوه حبيبي. نشيل السلسله دي كده بالشكل ده كده. حلو، فرخه بطريقه ان طبعا الفراخ تتغسل وهي سليمة. يفضل طبعا غسلها وهي سليمة مش بعد التقطيع خالص، علشان ما نفقدش القيمة الغذائية بتاعتها. وان احنا نغسل الفراخ بمية سخنة ده طبعا فكرة خاطئة. بنحط دي هنا تغلي في المية. ليه يا عم الشيف؟ لان احنا لما بنغسلها بعد تقطيعها بتبقى زفرة. انا عايز اغسلها وهي سليمة بشوية دي مع عصرة ليمون، وتبقى الفرخة معانا بالشكل ده كده. بنقطعها لثمان قطع، عشر قطع حسب عدد افراد الاسره، اختياري. حلو، ونيجي عند الصدر ده كده نستخدم له سكينه عريضه شويه. الله اكبر، حلو كده. شوف لما تيجي تستخدمها واجي عند العظمه دي نفس القصه. اصبحت الفراخ المشويه هنا هيبقى لها طعم تاني. هاخد الفراخ زي ما هي كده بالشكل الحلو ده كده اتبلها. والله الفرخه بسم الله ما شاء الله ديك رومي معايا. حلو، التتبيله الحلوه دي كده مع بعض، شويه نشا بجد، شويه ليمون، شويه ثوم، ده ثوم، ملح على الفراخ. طب النشا ليه يا عم الشيف؟ هقول لك دلوقتي حالا، هي دي التركاية. شوية النشا دول مطلوبين زي الفل، كفاية دول مع عصرة الليمون بتاعتنا مع البهارات بتاعتنا المعتادة، فلفل اسود، بابريكا، كمون، كزبرة، حط البهارات اللي انت حباها. جايبة بهارات من عبد العطار حباها مفيش مشكلة. كل ما تكتر البهارات في الفراخ المشوية كل ما تبقى حلوة، بس اختيارك للبهارات لازم يكون برضو اختيار دقيق. يعني الفراخ ما تحبش القرفه مثلا، لو لحمه هناخد كل ده مع بعضه. زيت شديد الحراره، نمسك الفراخ بالشكل ده كده، كل حاجه ما عدا انك تحط زيت. تبلنا الفرخه بالخلطه الحلوه دي كده، شفت الجو ده كده اهو. الله، حلو قوي. عصره ليمون دي مهمه جدا، بتعمل مزيج للتوابل. تمسك في الفرخه، حلو، وهناخدها ونبدا نحمرها في قلب الزيت. على الفرخه ما تتحمر في قلب الزيت، احنا بنشوف ايه الخضار اللي عندنا اللي هنستخدمه مع الفراخ المشويه دي. زي ما هي كده. نعم يا غالي، ممكن، بيقول لي ممكن نستخدم صدور فراخ بدل فرخه سليمه، اختياري. عندك صدور فراخ اهلا وسهلا، مش هتقول لا. بناخدها زي ما هي كده في قلب الزيت. الله، شفتوها بتتحمر كده بالشكل ده كده اهو ده. اللي بالك كنت بتحط الفراخ يكون الزيت درجه حرارته عاليه جدا، يفضل. ليه مش عايز تيجي؟
زي ما انا شغال كده. حلو قوي. تعال شوف الخضار بتاعنا اللي هنبدا نشتغل فيه. بنغير البلانشه دي خالص، ده الطبيعي. بنجيب بلانشه تانيه، عشان نبدا نقطع شويه خضار حلوين. والخضار هنا عندنا في ايام الشتاء الخضار متوفر. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني تقدر تروح عند بتاع الخضار هتلاقي انواع خضار كتيره موجوده. وتروقي مكان الفرخه دي. وعندنا من الجزر والبصل والكوسه، كل انواع الخضار اللي عندك في الثلاجه. الخضار هنا وتشكيله الخضار الشتوي بالذات بيلعب دور البطوله في الفراخ بتاعتي. طبعا معانا اخراج جميل جدا، معانا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين. الصوره الحلوه من تشكيله الخضار تتحدث عن نفسها. نبص على الخضار وحلاوه الخضار وجمال الخضار. الله الله، شفتوا جمال؟ انا ده زعتر برضو من عند الراجل الطيب بتاع الخضار. باخده زي ما هو كده. والفراخ عندي ما زالت في الزيت شديد الحراره زي ما احنا شغالين كده مع بعض. بنجيب هنا في الطاسه بتاعتي بحط شويه زيت. الله حلو. بحط العود الزعتر ده كده. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ معانا شويه ثوم بالشكل ده كده. معانا قليل من الزبده بالشكل ده كده. كل ده رايح فين يا عم الشيف؟ احنا مع بعض اهو. شفت الحلاوه دي كده؟ كل ده مع بعض يا عم الشيف. شويه دبس الرمان. الله، يلا بينا يلا بينا. هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلب الزيت ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ معانا الفرخة الحلوة. حلوة. ايه الجديد اللي عملته هنا؟ تشكيلة خضار حلوة في قلب الصينية. بنعمل عملية توزيع. تقليبة حلوة عشان التوم اللي أنا حاطه مع البصل مع الزبدة. كل ده مع بعضه. أخبار الفرخ إيه؟ هو ده. بسم الله. هو ده. يلا بينا. بنحطها هنا كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. شفت الجو ده كده؟ الله ما شاء الله. دي كرومي ولا فرخه دي يا مغازي؟ انا ايديا تعبت من كتر شيل الفراخ من هنا، كل ما اضرب الشوكه الاقي فراخ طالعه لي. تعالوا نعمل مع بعض التركايه بتاعتنا الجميله. على نار هنا. حلو. بحط قليل من الزبده. مع شويه زيت. هي دي بقى الخلطة والتركاية. حلو الكلام. مع فص التوم. على النار كده. مع كزبرة خضراء. الخضرة بتاعت الكرفس كزبرة خضراء. الله على الريحة. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ كل ده في قلب الزيت. شوية الملح الحلوين. شوية دبس الرمان الحلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شغالين كده. قليل من الماء المغلي. بنقلبهم كده. توابلك.
في قلب الخضار، في قلب البهارات، فلفل اسود، بابريكا، كركم، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه صينيه فراخ بالتفاصيل دي. اهم حاجه الفرن هنا درجه حرارته 180. بناخد الخليط الحلو ده يا عم الشيف وننزل بينا كده. الله، هو ده. وندخلها الفرن ونسيب كل حاجه حلوه مع بعضيها. اهم حاجه الخضار بتاعنا فيه بطاطس. وجود البطاطس هنا مع تشكيله الخضار بتدي مزيج، بتدي قوام، بتدي تيست، بتدي فليفر، مهمه جدا. يعني ممكن تستغنى عن اي نوع من الخضار هنا ما عدا البطاطس. لازم بطاطس. درجه حراره الفرن عندي 180. بناخدها زي ما هي كده. مخرجنا الحلو بيدلعها، بيبص عليها. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوه؟ يلا ندخلها الفرن مع بعض. ربنا يبارك لك. خايف عليا انت؟ لسه ما سخنتش اهي. الله، بالله عليك تدلعها لي، انا تعبت على الصينيه دي قوي. خبره السنين فيها، تيست والطعم. من اول ما تبلنا الفراخ بمعلقه النشا هنقفل الفرن بتاعنا. خلينا ناخد شويه سمنه حلوين كده. يلا بينا. اهو انا حرمك من حاجه. بص بقى، لا والفراخ شفت الشكل كريسبي. بما ان احنا جايبين سيره الفراخ، السمنه دي حلوه، حطها هنا. بالله عليك عايز تاكل فراخ هتلاقيها بطعم الخضار. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ ودايما بقول الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. الله، الف هنا. نكمل حكايه المانجا. معانا عجينه الجلاش دي جديده يا شيف. دي جلاش ومانجا، نعرف كنافه بالمانجا، اما جلاش بالمانجا دي جديده. لا الفراخ على الشاشه، بص لها شخصيتها برضو يا اخي. تجيب مانجا ما تجيبش مانجا، موضوع ايه مختلف. عايز اهرس المانجا دي عينيا. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. عملنا المانجا بالجلاش او الجلاش بالمانجا عشان ما عارفين كلنا كنافه بالمانجا. الجلاش قال لك وانا فين. عملنا صينيه فراخ مشويه بالخضار. عملنا سلطه الطماطم بتتكلم مصري بالخلطه المغازيه، شفناها مع حضراتكم. ولكن زي ما قلت لحضراتكم نصيحتي تتحط في الثلاجه لمده ساعتين. يعني رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.